عنهم، اما لا تنقل عن الفيسبوك، لا تنقل عن تويتر. اتصل فيه واحد قبل ما اجي على الدرس، طالب جامعة، قال يا شيخ عندي سؤال. قلت له تفضل. مع انه انا ما بحب اجاوب على التلفون، لكن بضطر لانه الاخوة. فاتصل بي احدهم فقال يا شيخ هناك حديث وما شابه، لا اريد ان اشغلكم. طبعا باختصار قصة تنسب الى حسان بن ثابت، انه كان يمدح الخمر في هجائه لابي سفيان. فقلت له يا بني او يا اخي، هذه القصة ثبوتها ليس عندي، هل هي ثابتة؟ قال آه طبعا يا شيخ ثابتة. طب كيف عرفت ثابتة؟ هي موجودة على الموقع. موقع ايش؟ موقع الاشعار. فطلع بفكرة هو ان اذا موجودة على الموقع معناته ايش؟ ثابت. قلت له يا بني ما بنفع، انت بتسألني بسؤال، حتى اجاوبك لابد اول شيء ان نثبت القصة. ما هكذا، هذه قصة في السيرة، بدنا نرجع لكتب السيرة. قال يا شيخ انا هذا المسألة اثيرت ان في الجامعة، في الجامعة والدكاترة صححوها، وفي نفس الوقت الآن أنا بجيب لك مصدر. قلت له أحسن تساعدني، بعت لي رسالة عشان أفتح كتب أنا وأستطيع أجاوبك، هيك بتساعدني بدل ما أنا أبدأ من الصفر. قال طيب فيش خمس دقائق، ولا هو بعت الرسالة الله أكبر على الجوجل، تك يلا هو إيش طيب لي إياها، تك يلا هو واصلني. لسه بقرأ في القصة، قال ابن هشام بلغني عن الزهري، بلغني. فقلت له يا بني بعثت له رسالة، مدام في كلمة بلغني معناته إسناد منقطع، ما في رواة بين المؤلف والزهري. الزهري وفيات 126 125، وهذا في فاصل بين ابن هشام وبين شيخ وابن إسحاق وبين حتى نصل للزهري. فبالتالي لسه ما بدينا ننظر في القصة، الإسناد منقطع. فمثل هذا الإسناد لا يثبت إيش؟ قصة. شو اللي وقع الشاب في الغلط؟ دكاترة في الجامعة مصدرهم إيش؟ جوجل. مصدرهم إيش؟ الموقع الشعراء. هيك صار مصادرنا في الدين؟ هيك مصادرنا في دين الله؟ مصادرنا جوجل؟ مصادرنا مواقع الشعراء؟ أين الجثوب والركب بين يدي العلماء؟ ناس بسلموا علي شباب وبطول الله شيخ بنحبك في الله، طيب يا حبيبي الله يحبك يعني أهله، قال والله منتابعك على اليوتيوب. لا حول ولا قوة إلا شو بتتابعنا على اليوتيوب؟ هذا لا يكفي، لابد أن تجذب الركب بين يدي أهل العلم وطلاب العلم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هاي اليوتيوب ماشي تلقائيا تبعا، بس مش هي الأصل. الأصل وين؟ مجالسة العلماء. فيا جماعة جزاكم الله خيرا، تذكروا هذا الشيء، انظر مصادر الفتوى الصحيحة أين، هي مجالسة العلماء. طبعا مات أبو حصين سنة 28 و100.